مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون الحياه، اهلا ومرحبا بكم وجوله جديده من جولات عين على البرلمان، تغطيه خاصه للمؤتمر الذي تنظمه وزاره النقل والمواصلات عن منتدى النقل الحضري بالتعاون مع الوكاله الفرنسيه للتنميه AFD. وهذا المؤتمر عن منتدى النقل الحضري كما ذكرت، وهي ندوة عن تمويل تشغيل المترو وسكك حديد الضواحي بخلاف إيرادات التعريفة. هنا بنتحدث عن تمويل غير تقليدي للمترو والسكك الحديد. هذا المؤتمر حضره وزير النقل والمواصلات الدكتور جلال السعيد ووزيرة التعاون الدولي دكتورة سحر نصر. تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام عن هذا المؤتمر، ضيفنا الكريم هو الأستاذ دكتور علي حزين، أستاذ هندسة النقل بكلية الهندسة بجامعة القاهرة والنائب الأول لهيئة كودتو العلمية وهي المنظمة لهذا المؤتمر. مرحبا بك دكتور علي معنا في أنا برلمان. أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الندوة وهذه ورشة العمل بتتحدث عن تمويل غير تقليدي للسكك الحديد والمواصلات بأغلب أنواعها. خلينا برضو نعرف يعني الهيدلاينز أو يعني مفهوم للأول لهذه الورشة ثم ندخل في التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك. الحقيقة في جميع أنحاء العالم خطوط المترو إنشائها مكلف جدا، وزي ما قال سيادة الوزير الكيلو بيكلف مليار جنيه أو حاجة زي كده، ومحدش بيغطي تكاليف الإنشاء أبدا، دي بتبقى خدمة من الحكومة في كل العالم. تكاليف التشغيل بقى اللي هي فيها كل مستلزمات التشغيل بتكون أعلى من الإيرادات اللي بتيجي من التذاكر، برضو ده في كل أنحاء العالم، مفيش حد في العالم بيخلي التذكرة تغطي تكاليف التشغيل ولا تبقى غالية على المواطن، حتى في أوروبا حتى في أمريكا. فالناس بتعمل ايه عشان تغطي العجز ما بين ايراد التذاكر وايراد وتكلفه التشغيل؟ بنعمل افكار اخرى تدخل ايراد للشركه. طبعا الايرادات اللي هتخش دي عمرها برضو ما هتغطي العجز لكن هتقلله جدا. في افكار كتيره جدا زي تزكيه الاعلانات جوه القطر وعلى في المحطات وعلى التذاكر. في حاجه تانية زي مثلا استغلال في بعض المحطات بيكون في مناطق تمتلكها هيئه المترو ممكن يتعمل فيها منشات تجاريه. ممكن فوق محطة المترو نفسها يتعمل مول تجاري كبير في الأماكن اللي تستحمل هذا. يعني في أفكار تانية كمان إن بعض الناس بتبيع حق تسمية المحطة لبعض الشركات الكبيرة العقد مثلا سنة أو اتنين ويغير الاسم وهكذا، فكل الدخل ده بيصب في إنه يقلل هذا العجز، وده طبعا لمصلحة التشغيل الأحسن وتقليل العبء على الدولة، وكمان عشان ما نزودش العبء على المواطن برفع التذاكر. فكل دي الافكار اللي هي مطروحه النهارده. في افكار كما حضرتك ذكرتها يعني من الممكن تطبيقها في يعني هي كما بما انها منظومه اوروبيه فهي في افكار ممكن تطبيقها هنا ويعني ممكن افكار لا يمكن ان تطبق هنا. يعني نحن هنا بنتحدث عن ظروف خاصه في مصر، ف يعني ظروف طرق وظروف سلامه نقل وظروف ازدحامات، فبالتالي الافكار التي ممكن ان تكون مطروحه ممكن تكون في مصر مختلفه عن غيرها. اشكر حضرتك على السؤال ده. هو فعلا احنا اللي عايزين نعمله ان احنا عايزين نقول احنا بنعمل ايه اولا، لان احنا برضو عندنا افكار في المجال ده اللي هي هيئه المترو وهيئه السكك الحديد عندهم شغل في الموضوع ده ممتاز يعني. وفي نفس الوقت عايزين نعرف الخبراء دول بيعملوا ايه في بلادهم وبعدين نشوف ايه اللي ينفع في المكان ده. انا عايز بس اوضح حاجه، حتى لو كانت في اوروبا يعني اللي ممكن ينفع في روما في ايطاليا يمكن ما ينفعش في باريس، واللي ينفع في باريس على خط مترو ما ينفعش على الخط الثاني. فما بالك بقى لو انت بتتكلم على دوله ناميه زي القاهره مثلا عاصمه دوله ناميه، ففي حاجات من عندهم هتنفع عندنا وممكن حاجات من عندنا تنفع عندهم، هي خبرات متبادله. لكن لو هنعمل حاجه من عندهم هنا لازم تكون تمشي مع ظروفنا ومع القوانين بتاعتنا ومع اللوائح بتاعتنا ومع الامكانيات اللي عندنا. يعني على سبيل المثال ما اقدرش مثلا تطور حوالين محطه في حي مزدحم جدا، يبقى مش هتقدر تستفيد من المنشات التجاريه هناك. ما تقدرش مثلا تشتري ارض جديده عشان تطور فيها، هتبقى غاليه جدا. فالقصص دي بتختلف من مكان لمكان ومن دوله لدوله. فالنهارده احنا عايزين كل الخبراء يقعدوا مع بعض، هيحصل نقاش كبير النهارده وبكره ان شاء الله، وفي الاخر نقدر نوصل، مش هيطلع بحلول لكن هنوصل بالافكار اللي تودي للحلول. احنا بنتكلم عن حاضرون هذا المؤتمر هم يعني وزارة النقل طبعا هي الرعاية والمشاركة، ولكن هناك الوكالة الفرنسية للتنمية AFD. خلينا نتكلم عن يعني الوكالة الفرنسية للتنمية والهدف عملها هنا في القاهرة. هو الحقيقة الوكالة الفرنسية للتنمية انا ما اقدرش اتكلم عنها لان انا لا امثلها، لكن هي معروفة زي هي الهيئة الفرنسية الحكومية اللي بتمول مشروعات مختلف المجالات منها النقل طبعا في العالم كله بالذات في الدول النامية. فهم ليهم اهتمامات قويه جدا وبيساعدوا مصر في خطوط الانفاق الجديده وفي مشروعات اخرى زي هيئات المعونه بتاعت الدول الثانيه كلها. من ضمن برامجهم كمان بيعملوا ندوات زي دي، مش بس يعني معونه، برضه عشان الاذكاء الحديث ما بين الخبراء المختلفين. فدي دورهم. في هيئه ثانيه اسمها كودتو اللي انا اتشرف بان النائب الاول لرئيس مجلس ادارتها. الهيئه دي بقى لها
40 سنة في العالم موجودة، هيئة علمية محضة بتحاول برضو تعمل مؤتمرات وندوات وكتب ونشرات دولية ما بين الدول النامية فقط، ولحلول مشاكل النقل داخل المدن فقط. فطبعا دي شيء مهم جدا بالاشتراك معهم. احنا نجحنا في ان احنا بنحضر 15 خبير على اعلى مستوى كلهم هيتكلموا، واحنا على فكرة جبنا خبراء عمليين، يعني احنا بعدنا عن ندي اساتذه ومحاضرات. نعم محاضرات نظريه، مفيش اساتذه من الجامعه تدي محاضرات نظريه، طبعا دول فوق دماغنا وانا منهم. لكن احنا كل اللي هيكلموا عمليين مع زملائهم في مصر العمليين، نقدر نوصل بحاجه ان شاء الله. تجارب حدثت في مناطق اخرى يعني في العالم كله. في العالم كله نقدر نتكلم، يعني بما ان الورشه مستمره ليومين نقدر نتكلم ان احنا هنخرج بتوصيات هامه او افكار باليات عمل هتكون برؤى واضحه. اقول لحضرتك حاجه، يعني احنا برضو لازم نكون صرحاء، مش معقول في يومين هنطلع بحل، لكن ممكن في يومين نطلع بافكار قابله للتنفيذ ناخدها بقى احنا دورنا كمصريين. انا شايف سياده الوزير النقل والزملاء في المترو والسكه الحديد مهتمين بطريقه غير طبيعيه، مهتمين اهتمام بالغ. فطبعا احنا لما هناخد الافكار هنعرف ايه اللي نقدر نطوعه عندنا، احنا بقى مهمتنا بعد كده ان احنا ننفذه، وانا شايف ان شاء الله هيبقى في تنفيذ باذن الله. اشكرك يا دكتور، موافقين ان شاء الله. اشكرك بامان الله. اشكرك. مشاهدينا الكرام، كان هذا لقائنا مع الاستاذ الدكتور علي حسين، استاذ هندسه النقل بكليه الهندسه بجامعه القاهره، وهو احد المنظمين لهذا المؤتمر او ورشه العمل اللي هي عن تمويل غير تقليدي للمترو والسكك الحديد، واللي حضرها الدكتور جلال السعيد وزير النقل والمواصلات، والدكتوره سحر نصر وزيره التعاون الدولي. اشكركم على كرم المتابعه وفي رعايه الله.